شركة في المديري لدى اليوم العالمي للمرأة في نسخة الثانية اعترافا بمكانة المرأة في المجتمع عامة والمنظمة الجماعية خاصة نظرا للخدمات الجميلة التي تقدمها في شتى المجالات فصلاة عن نفسي ونيابة عن باقي أسرة النادي بلدي من أطر إدارية وتقنية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للمرأة المغربية التي تضحي بالغالي والنفيس. باعتبارها فاعلا اساسا في التنميه الى جانب الرجل. اهلا وسهلا بكم في البدايه نشكر مكتب المديري للنادي البلدي على هذا الحفل الممتاز، الحفل الذي يضم على اهتمام كبير تقل المديري للنادي للمرأة الجماعيه بصفه عامه. غابت شمس المحنة أكسات القلوب وسكنتها المحنة توحشت زمانك الدافي بلوقر والحشمة بالجود والرحمة هاجت عليها عوافي دابة حرقت اليابس والأخضر سرقت منا عقيق وصور كل مكان بعد ما حملت عواصف وويدان المجلس الجماعي السيدة ملكة صديق المكتب الأصلي السيد أحمد بارون السيدة خديجة العامري مصلحة مالية الموظفين والسيد السعيد عبد قبلها عند الجدود الشبية الرهاز لي من عز نعود نشاز في هذه الدنيا نشاز. السلام عليكم، تنبغيو دائما تنبغي نوجه الشكر ديالي لهذ المنابر اللي هي دائما تدعم الرياضات تبعها النادي البلدي والانشطه التي يقوم بها النادي البلدي. غير هو في هذا الاطار هذا النهار حنا تنحتفلوا ك سائر اقطار العالم بهذا اليوم العالمي للمراه، وهادشي دخل في اطار اتفاقيه ديال البرنامج السنوي اللي مسطروا النادي البلدي مع المكتب المجلس الجماعي لمدينه المحمديه انه تنقوم بهذه الانشطه، واللي داخل فيها هو تنحتفيوا بالمراه المغربيه في هذا اليوم، ولا سيما كان هذا السنه هذا كان عندنا احتفاء بالموظفه الجماعيه اللي هي مرأة واللي تقوم بأعمال جليلة لفائدة ساكنات المحمدية، وهذا هو أقل ما نعمله في حق المرأة. ودائما كما تقولوا أمي مرأة وأختي مرأة زوجتي مرأة وبنتي مرأة، لهذا تحنا نحتفظ بالمرأة المغربية وشكرا مرة أخرى. نائبة رئيس المجلس الجماعي السيدة خديجة مسلم والسيدة نجاح مريشة تسلمها التذكار السيدة فاطمة نظيم. تحية للمرأة المغربية وتحية للموظفة الجماعية في مدينة المحمدية. أزيلوا قبعاتكم وانحنوا لها إجلالا، أزيلوا قبعاتكم وانحنوا لها إجلالا. يا امرأة أبدعت فأتقنت فنا، تفيضين بنبع الحنان إدرارا. اسم خنزها، انا تنشكر الناس اللي كرموني هذا النادي البلدي المحمديه. اش غنقول لكم، الحمد لله على هذا الشيء هذا، وتنحمد الله على انني تصابت مرض السرطان
والحمد لله صبرت وكافحت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. واي امراه ولا اي انسان مريض بهذا المرض هذا يعني مرض عادي، خصو يكون صابور وكافوح، واللي عطاه الله راه اللي عطاه لنا الله راه قابلين عليه وراضيين عليه، والحمد لله على كل شيء. والله يحفظ اي امراه مريضه ولا اي انسان مريض في الدنيا، خصو يكون صابور وقوي وايمانه قوي. وتنطلب من اي امراه ولا اي بنت ولا اي واحد انه يمارس الرياضه وينسى المرض ديالو ويهزم المرض ويهزم اي حاجه خايبه في حياته، خصو يتحداها ويشوف يكون اناني لراسو ولحياته ولوليداته، باش ما يشوفوش ان شاء الله ان ام اي امراه مغربيه مريضه ولا مصابه بهذا المرض يشوفوها مهزمه ولا عندها شي هذا. خصهم يكونوا قدوه لاي امراه مغربيه ولوليداتها ولعائلتها. والحمد لله وقفوا معايا الناس وساندوني في المرض ديالي، وتنشكر وتنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يطول لي الله العمر في ماما وفي خوتي اللي وقفوا معايا وعائلتي، وواحد السيده حتى هي ما ننساش خيرها خالتي صباح، وصحاباتي اللي كانوا معايا وساندوني في المرض ديالي، والجوج ديالي كذلك اللي وقف معايا وساندني. والله يطول لي في عمره ويخليه لوليداته، والفضل حتى هو تيرجع معايا، عطاني القوه وعطاني الصبر، وكان معايا في جنبي في الحصص ديالي، وهذا من فضل الله والحمد لله.